الله عز وجل خلق كل الخلائق في عالم الأزل وعرض عليهم الأمانة، والآية تقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما هي الأمانة دكتور؟ أن يتولى الإنسان إدارة نفسه، والدليل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن في عالم الأزل عرضت الأمانة على كل الخلق، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فالملائكة اختاروا العقل، والحيوانات اختاروا الشهوة، وركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، أما الإنسان ركب من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. القضية أن الإنسان جاء إلى الدنيا وقبل حمل الأمانة، أعطاه الله مقومات هذه الأمانة، أعطاه شهوة، أعطاه جسما، أعطاه عقلا، أعطاه اختيارا. الحيوان لا يحاسب وغير مكلف، اختار الشهوة فقط، والملك لا يحاسب، اختار العقل فقط. أما الإنسان اختار الشهوة والعقل معا، فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. الله عز وجل رب العالمين، لو إنسان أخطأ في اختياره، إنسان مخير، الكائن المخير، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنسان مخير. لكن أنت كأب رحيم، إن رأيت أن ابنك اختار اختيارا سيئا، اختار ألا يدرس وتركته لمصيره المحتوم وهو الجهل، بيقول لك يوم القيامة بابا ليش أنت ما نبهتني؟ سبحان الله. فلا بد من لفت نظر، لما الإنسان يخطئ في اختياره لا بد من لفت نظر.